ايه رايك في الكمين ده؟ مساء الخير. مساء الخير يا حبيبتي. ما شاء الله كل يوم بتحلو عن اليوم اللي قبله. ميرسي يا طنط. احنا سمعنا الحلقه بتاعتك كانت هايله، انت مذيعه شاطره قوي يا ملك. ميرسي يا لولا، ربنا يخليكي. معلش انا مش هقدر اقعد معاكوا عشان تعبانه وعايزه انام. استني يا ملك، خالتك ولولا وعمر جايين مخصوص عشان عشاني انا؟ امال انت ازاي كنت بتقولي تعالي نخرج؟ وانا مش حافظك؟ هقول لك نخرج تقولي لي نروح على البيت، هقول لك نروح على البيت هتقولي لي نخرج، قلت اعكسها عشان اجيبك هنا. يا سلام. لا صايع. بقول لك ايه؟ انا فكرت في حل لكل مشاكلك وما لقيتش غير حل واحد. اللي هو؟ انا 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 اتجوزيني يا ملك. مش كده يا عمر. امال ازاي يا ملك؟ كده؟ يا عمر الجواز مش بالطريقه دي. طب قولي لي الطريقه اللي تريحك وانا اعملها. عمر بيحبك يا ملك ونفسه يرضيك. الامور ما تجيش بالشكل ده يا عمر، اديها وقت تفكر. افكر في ايه يا بابا؟ الموضوع مش محتاج تفكير. يا عمر احنا اخوات وما ينفعش نكون غير اخوات. عن اذنكم. يعني ايه الكلام؟ يعني رفضتك يا عمر. قوم يا حبيبي. هي بنتك فاكره نفسها ايه يا ليل؟ هي مش واخده بالها ولا ايه؟ خليها تفوق، ده انا ابني الف واحده تستاهل، ده بيشتغل في الكويت. قوم يا عمر، قوم، دي ما تستهلكش. قوم يا حبيبي، اسم الله عليك، قوم. ما تزعليش يا عفيف، ملك لسه مصدومه وكان لازم تستنى عليها شويه. استني براحتك يا اخي، احنا ماشيين. قوم يا ولد اصل بطولك، قوم يلا. اصلك كبرت وخرفتي وما بقتش تنفع في الشغلانه دي. يا اخويا بناقص، كنت عايزني اعملها ايه يعني؟ اربطها في السرير؟ لا تبطلي تلمي على ودانك. غوري وعلى زيزو. انت عزفت عزيزو؟ ايوه فخم. تقب وتغطس وتشوف البنت دي راحت في اي داهيه. ساعه زمن يا فخم وهتكون تحت رجليك. غور الدنيا ماشيه بدارها ما سألتها انت الضحية. حرام يا دنيا مش كده، كتير عليا كل ده، ما تاخدنيش كمشي في ده. انا مش شافية، انا بتقطع من جوايا ونسيت طعم الفرح. وانت يا دنيا مش فاكراني غير عمر. ما تعملش فرحة كده يا حبيبي، معلش يا دنيا. سيبيني ياما، سيبيني ياما في حالي ياما. يا حبيبي ما تعملش في روحك كده، انا هجوزك ست ستها. انا مش عايز ست ستها، انا عايز ملك. طب يا حبيبي برضه ما تعملش في روحك كده، معلش يا دمار. عمر يا حبيبي امشي بقى ياما بقى. سيبيني ياما يا النبي. معلش يا دمار. معلش امشي ياما. يلا معلش يا دمار. الو يا جلال، انا زعلان يا جلال. تعبان. عدوا عليا بقى نقعد في اي حته لحسن مخنوق، هيجي لي اكتئاب. بس ما تتاخرش. سلام. انت عندك شك يا ملك ان كلنا بنحبك ونتمنى لك الخير؟ ماما لو دي داخله عشان نتكلم في موضوع عمر فيا ريت بلاش. بص يا ملك، احنا شايفين انك تدي لنفسك فرصه تفكري في الكلام اللي قاله عمر. احنا ما بنقولش توافقي، احنا بنقول تفكر تاني. يا بابا بتقولي افكر تاني؟ اي حاجة في الدنيا محتاجة تفكير. لا يعني انا ممكن افهم ان ماما بتقول كلام زي ده عشان زعل طنط، لكن انت بتقول الكلام ده مش غريبة دي شوية؟ ظروفك اتغيرت يا ملك، وانت لازم تبقي فاهمة كده كويس. ملك انت بقيتي مطلقة، وفرص المطلقة في الجواز اقل بكتير جدا من اللي ما اتجوزتش. وعمر كويس وطيب، هو بس خفيف شوية. ماما سيبك من عمر دلوقتي وخليكي فيا انا. انتوا شايفين ان طلاقي يقللني؟ انا ما قلتش يقللك. ايوه يا ملك طلاقك يقلل. يا ملك لازم تبقي فاهمه ان طلاقك تم بعد فتره قليله قوي، واي حد هيتقدم لك لازم يفكر هي ليه طلقته بالسرعه دي. اللي بيفكر بالطريقه دي انا مش عايزاه اصلا. اي راجل يفكر بالطريقه دي ده طبيعي جدا. هو بيتكلم صح يا ملك، حاولي تفكري. حتى انت يا مازن، وانا حالتي وحشه قوي للدرجه دي؟ عمر اللي كلكم ما كنتوش طايقينه فجأة بقى مناسب وموافقين عليه؟
هو انا معيوبه قوي كده؟ حبيبتي ما تقوليش الكلمه الوحشه دي، ده انت ست البنات كلهم. يا حبيبتي احنا بس عايزينك تدي فرصه لنفسك، ان شاء الله ان شاء الله نعمل خطوبه وبعد كده ابي سيبي. صح يا بابا. بص يا ملك، هو ده احسن رد على طارق، وساعتها ما حدش يقدر يفتح بقه. هو انتوا ما خدتوش بالكم ان انا لسه في شهور العده؟ يعني الناس ممكن تقول ايه مثلا لو لقوني اتخطبت؟ عمر ممكن يستنى وما نعملش اي حاجه رسمي لحد عدتك ما تخلص. طب ممكن تسيبوني بقى عشان كفايه كده؟ انا عايزه ارتاح. ملك يا حبيبتي احنا هنسيبك ترتاحي بس عشان خاطري انا. فكري. مش هفكر يا ماما، انا خلاص قلت رايي. عم عمر ما تخف، احنا جايين هنا عشان ننبسط. اخف ازاي بقى وحلم الطفوله والمراهقه والشباب والشيخوخه ضاع؟ يا عمر انت مش قلت انها كانت متجوزه؟ ايوه وطلقت علشان في علامه حب اكتر من كده. يعني هي قالت لك اللي هي اتطلقت علشانك؟ هو انتوا متفقين؟ ما اتفقناش يعني، بس هي كانت واضحه زي الشمس. وبعدين انا قلت بصراحه لو هي اتطلقت هيبقى سهل توافق عليا. ما هي رفضت. انت فرحان فيا؟ يا عم ابدا والله، بس انا مش عاجبني اللي انت عامله في نفسك ده. خد يا عمر اضرب ده هينسيك الدنيا واللي فيها. الله 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 الله، ايه يا عم عمر؟ ايه يا عمرو؟ انت اللي كده عصير قصب. يلا عشان نخلص، انا عندي ازمه عاطفيه وعايز ازعل. وانا مش قلت لك ما نجيبوش معانا؟ هو سكر من اول كاس يا راجل. كنت فاكرها بتحبني، طلعت مش طايقاني. مش طايقاني ليه بقى؟ ليه وانا عندي ربنا مديني بسطه في الطول والجمال والحلاوه، اعمل ايه في نفسي اكتر من كده؟ طيب معلش يا عمر، معلش انا معاك في كل ده، بس يا عمر البنات ما بتحبش كده. اسالني انا. اسالك انت ونبي تنيق، ده انت امك اللي مجوزاك كتك داهيه في نضارتك. صب لنا يا عم كاس تاني يا عم. صب ما تخافش. معلش يا منون، سيب انت بس الحته دي وانا لما هخلص هنشفها. يا سلام، ودي تيجي برضو؟ غرق يا عم براحتك وانا نشف. ايه ده؟ ايه الاكلكه دي؟ سيبي الممسحه انا اللي همسح المطبخ. يا ماما لسه ما خلصتش، استني بس وخليك المطبخ زي الفل. بلا فل بلا ياسمين، اتفضلي اجري روحي شوفي مذاكرتك بلعك، واعملي حسابك من هنا ورايح مفيش شغل تاني في الفيلا. يا ماما حاضر، بس هلم الميه. بقول لك ايه؟ ما تنهدنيش، انا مش طايقه روحي. يلا اتفضلي امشي. ليه كده يا نجات؟ مستقوية ليه على البنت؟ بنتك خلاص مش هتشتغل هنا تاني، وإذا كان على الشغل يتقسم بيني وبينك. أنت مزوداها شوية، البنت ما غلطتش في حاجة. أنا عارفة إنها ما غلطتش. إحنا اللي غلطنا يا راضية. أنت خلاص كبرت، هتتخرج وتشتغل وتبقى محامية. ما ينفعش بقى تقف الصبح أستاذة قدام القاضي وتيجي بالليل شغال قدام الحلل والمواعين. منك كبرت يا نجات. عشان كده أنا عايزاها تخرج للدنيا وهي رافعة راسها. ما ينفعش إحنا اللي نكسب نفسها. آه مش ده منك، آه مش راح منك، أوه مغلبني، أوه متقلب، يا بنتي فهموني، يا بنتي ريحوني، يا سيبوني في حالي، كفاية اللي جرالي، يا اللي من لحمي ودمي نفسي مرة تشيلوا همي.
قلت لي شغلانه مسدس صفاري هايزه. ايه الدخله الناشفه دي؟ مفيش مساء الخير، مفيش وحشني حاجه من دي. هو انت مش طيرت مني محي وقلت لي سيبك منه وانا هجيب لك شغلانه بست صفار؟ فين اهم من الشغل؟ ظبط الشغل وانا بظبط، اديني فرصتي. شكلك بترول عليا وانا ما بحبش اللف والدورات. اخلص عشان نبقى حبايب. وانا بعمل كل ده ليه؟ مش عشان نبقى حبايب، ده الحب جميل للي عايش فيه، عايزين نعيش. مش بقول لك بترول عليا وانا ماليش في الجو ده من اوله لاخره. انا شغل وبس. عاجبك على كده عاجبك، مش عاجبك بلاش. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو من لها احبابه وناس اصحابه ولا ايه؟ احبابه ايه؟ انتوا هتغنوا وتردوا على بعض. انا ماشي. الله، جرالي عايش مالي. ده انا نعمه واللي يرفضها يعمل. بقول لك ايه يا هيثم، انا مش شايقالك، انا فيها اللي مكفيني، انا جاي النهارده اعرف اقولي من اخر. جاي عاليه قوي. دب دب ليه كده النهارده؟ عامل لك ايه؟ ما انت بقالك 100 يوم بتسافر. بتعمل ايه هنا يا ملك؟ ايه ده، انت بتكلمني انا؟ امال بكلم مين؟ بترفضيني يا ملك وجاي تقعدي في الاماكن الواطيه دي؟ جرايه يا شبح، هو انت مش شايف الراجل اللي قاعده معاه ولا ايه؟ الف سلامة على وشك. الله يسلمك. انت بقى اللي مين وقاعد مع بنت خالتي بتعمل ايه؟ انت مين انت وعايز ايه؟ هو انت تعرف الشاب الطويل في السن ده؟ معرفوش. معرفوش؟ يلا على البيت يا مكة وانا ليا كلام تاني مع خالتي. مكة؟ طب روح يا شبح على ترابيزتك عشان انت تقلتها قوي. خلاص يا جماعة، معلش معلش يا عمر، سكران بس شوية. خلاص معلش، يلا عمر سكران. يلا ايه يا شبح؟ يلا يا ملك على البيت، انا ليا كلام مع خالته. بقولك مع خالته؟ ده انت تقلتها قوي وعايز مهدي عشان تهدى. انا عايزه يبقى خالته وينسى بنت خالته دي خالص. امرك يا ريس، اطلع بره. ولو ما طلعتش بره هتعمل ايه؟ هتضربني يعني؟ اه كنت متاكد. استني بس فاهمين، انت جرحت الواد ده فيها ممكن؟ معرفوش. ما تعرفوش ازاي ده بيجعره بيقول ان انت بنت خالته؟ اكيد بيقول كده عشان ما حدش يقول له انت بتعمل ايه. بس يبقى انت كنت عاكمه منه عاكمه كبيره قوي. ده الواد مكوى قوي يا هيثم. بقول لك معرفوش. انت ليه ابن حد ولا صاحب حد من اللي انا اشتغلت عليهم قبل كده؟ لكن هو انا معرفوش. الله، ما انت بتشتغلي باسماء مستعاره اهو، اشمعنى بتشتغلين انا بقى؟ بقول لك ايه، انا مش هاجي هنا اليومين دول تاني. لو في شغل نخلصه من بره بره، انا مش ناقصه وش. ايه ده؟ انت خفت من عيل زي ده؟ ده عيل زيزي وكمان هيعمل لك حظر تجول؟ لا، ده انت شغاله مع هيثم اللبان، يعني سلطان الليل. لا، انا همشي، الواد ده قفلني. انا هبقى اكلمك في التليفون نخلص الشغل. سلام. سلام. طب خدي بالك من نفسك.